الصورة الأولى من نوعها للشاب الجزائري الذي شغل الملايين بعد حادثة حجزه في بيت جاره لمدة 27 سنة. شكله يصدم الجزائريين، فما القصة؟ أثرت صورة جديدة للشاب عمران عمر الذي كان محتجزا في بيت جاره لمدة 27 سنة بولاية الجلفة، وتم العثور عليه شهر مايو الماضي في إسطنبول. أثرت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الشاب عمر في صورة التقطتها له ابنة أخيه ونشرتها عبر صفحتها الشخصية في إنستغرام في وضع جيد مبتسما ولا يبدو وضعه سيئا مع عدم وجود أي ندوب أو جروح أو حتى آثار احتجاز لمدة تفوق ربع قرن. هذه الصورة تداولها نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي وانهالت عليها التعليقات بقوة، وعبر بعضهم عن استغرابهم من شكل الشاب عمر.